Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, kami panggil peserta terakhir babak final cabang lomba qiraat murattal remaja. Qori dengan nomor QS136 yang akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 208 dan seterusnya dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun dan Waras. Disilakan menempati mimbar tilawah. Dewan Hakim yang mulia, inilah Qori dengan nomor QS136 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 208 dan seterusnya dengan qiraat Imam Nafi' riwayat Qalun dan Waras. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات
فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمُ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ
وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.